سامسونج تغادر الصين، تغلق آخر مصانعها للهواتف الذكية وتذهب إلى أين؟ تذهب إلى فيتنام. بهدوء وبدون أي ضجة غادرت سامسونج الصين وأقفلت آخر مصنع للهواتف الذكية وأقامت حفلة للعاملين، وزعت فيها هواتف نوت S10 وأيضا مكافآت نقدية للعاملين. طبعا في هناك تقريبا 6000 عامل في المصنع، بينجو أكثر من 60 مليون هاتف ذكي، 63 مليون هاتف ذكي بشكل 17% من الهواتف الذكية لسامسونج. طبعا إلى أين ذهبت سامسونج؟ ذهبت إلى فيتنام. لماذا ذهبت إلى فيتنام؟ ليش أخذت هذا القرار؟ أبل اللي هي مترددة بشكل كبير، هلأ سامسونج أخذت القرار. طبعا هذا مقال كان تحليلي كبير جدا في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، وشاهدنا أنه سامسونج يعني قررت ونفذت وذهبت إلى فيتنام. أصلا اللي كان جاذب سامسونج إلى الصين هو العامل، أنه انخفاض الأجور وأيضا ما في رسوم. هلأ مع الحرب التجارية أتت الرسوم، والكل بيعرف صار منذ فترة ومنذ عدة شهور ومنذ سنوات أنه صار في ارتفاع بالأجور في الصين، وبالتالي هالتجميع هيدا بطل يجدي نفعا لسامسونج. ولكن هوني بس فقط أحب أن أذكر أنه سامسونج مش الآن ذهبت إلى فيتنام، بداية من الأول مخطط لهذا الشيء. بال2008 أنشأت مصنع بمليارين ونصف دولار، أيضا بال2013 أنشأت مصنع بأنفقت عليه 5 مليار دولار، وأيضا ستذهب إلى الهند وتنتج ويعني يصير في عندها أكبر مصنع في العالم للهواتف الذكية. بس بتذكر أنه المصنعين مع بعضهم بفيتنام بشكله تقريبا 60% من هواتف سامسونج. يعني أنا إذا بدي أريد أن أتكلم عن فيتنام فقط أتكلم أنه بفيتنام 60% من هواتف سامسونج هي في فيتنام، بصير في التجميع والتصنيع. تقريبا 150 مليون نحن نتكلم عن الوحدة من الموبايلات. ولكن رغم مغادرة سامسونج الصين من حيث الهواتف أو الذكية، بس بعدها موجودة بقوة بالمصانع رقائق الذاكرة في تشايان. بس هنا أريد أيضا أن أذكر بالنسبة إلى سامسونج والصين، مثل ما قلت أنه كلفة الأجور عالية أصبحت بالنسبة للشركة الصين. ليش؟ هي ضعف ما حاليا بفيتنام وعدة أضعاف في الهند، ومثل ما قلنا متواجه بقوة على الهند. مبدئيا حاليا صار أنه بفيتنام كل الجالاكسي صار هناك عم يصنع، بعد في النوت الأستان بعده موجود، أيضا في استثمارات طويلة بعد بالنسبة لسامسونج في الصين. الأجور والرسوم هون اجتمعوا مع بعضهم، وهني استطاعت سامسونج تاخذ القرار. أبل بعد ما أخذت القرار مترددة بقوة، اللي ما عم تجرع عليه أبل أنه تعمله نفذته الصين، نفذته في الصين، نفذته شركة سامسونج. ليس فقط سامسونج، يعني مش بس سامسونج وأبل، لازم ننظرهم على قوتهم في الصين ومصانعهم اللي بدأت تتراجع بشكل كبير جدا أو يصير في إقفال نهائي. لا أيضا كمان مين عم يعمل نفس الشيء؟ LG Electronics أيضا عم بتقوي حضورها بشكل كبير بفيتنام. عشان هيك نحن دائما شاهدنا أنه فيتنام هي قوة اقتصادية صاعدة وناشئة، وتستفيد أيضا من الصراع التجاري، على الأقل أنه شركات تموضعت وأصبحت من الصين وتموضعت صارت عندها بفيتنام. وأيضا هناك شركة سوني اتجهت إلى تايلاند. عم نشاهد هون أنه كبرى الشركات
مثل ما برجع بقول انه الهدف كان من الصين هو التجميع، عم ترتفع الاجور وما كان في رسوم. هلا مع الحرب التجاريه، شوفوا الحرب التجاريه الى الان تستفيد منها فيتنام طالما انه الاقتصاديات لا تتضرر من ناحيه الطلب ومن ناحيه الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، ساعتها اكيد حتكون متضرره الاول. ولكن كاستفاده على المدى القصير والمتوسط، شاهدنا فورا نقل المصانع مدى الطويل الاستمرار و أيضا البقاء في فيتنام، شاهدنا معدلات نمو كبيرة جدا عم تحصل أيضا في هذا البلد، بلد كبير عم نتكلم نحن بمئة مليون نسمة، أكيد بيصير في حركة كبيرة على فيتنام، فيتنام اللي أيضا تتميز بمناظر ساحرة بالنسبة أيضا إلى السياحة. أمازون نتائج مخيبة للتوقعات، وبنفس الوقت ما أن نسمع بنتائج أمازون فورا نذهب إلى ثروة جيف بيزوس كيف أيضا ستتقلب، إذا بيخسر مثلا أحيانا 6 مليار دولار 7 مليار دولار في جلسة أو لا، ولكن ماذا يحصل أيضا في الشركة. We begin with the stock to watch in the after hours, and that would be Amazon. The tech giant falling hard after reporting an earnings miss. We've got full team coverage standing by to break down the results. Fast Money friend Gene Munster is getting ready to fire up the old red phone in Minneapolis. But we kick things off with more on Amazon's big quarter. Josh Lipton is live for us in San Francisco. Josh. So, Melissa, besides the bottom and top, obviously investors are going to concentrate on this Q4 guidance. It is light, calling between 80 and 86.5 billion. The street was at 87.4 billion. Obviously, for investors, that's critical, right? Q4, the holiday quarter. I did just have a call with Amazon CFO Brian Olsavsky. He hosted a media call. There are some one-time items he did mention, which are going to weigh on the Q4. Just for example, he mentioned a consumption tax kicking in Japan, went from 8 to 10%. That created, he said some pre-buying, in his words, in September, that will have a net negative impact in Q4. أتت نتائج أمازون. طبعا نتائج أتت مخيبة للتوقعات. فورا السهم بيعمل ردة فعل. فورا ثروة جيف بيزوس كمان بتعمل ردة فعل بالتصنيف. وممكن يصير في ترجع تشتعل المنافسة. وقت تسجيل الحلقة اشتعلت بقوة المنافسة بين ثروة بيل غيتس وثروة جيف بيزوس. ولكن أيضا دائما كيف بيتلقى الخبر جيف بيزوس؟ جيف بيزوس أصلا يقول أنه على العاملين، وخصوصا أنه معهم أسهم، يملكون أسهم في الشركة، يقول أنه ما ينظروا إلى تحركات السهم اللي هو تحركات اليومية للسهم، فقط ينظروا إلى الشركة والسهم على المدى الطويل. لماذا؟ قال أنه إذا ممكن بشهر واحد، لأنه بده يبرر على الهبوط أحيانا، وبده يقدر يتكلم، مش أنه ما في يعمل حاله انه ما يحصل اي شيء لما بيصير في هبوط وتراجع كبير جدا للسهم، خصوصا انه السهم له وزن قوي في المؤشر. قال انه اذا السهم هبط 30% في شهر لا يعني، او صعد 30% في الشهر، كيف سيتصرف الموظف؟ قال للموظف اذا صعد 30% ما معنى انه هذا الشهر انت كنت اذكى 30% عن الشهر الماضي، لانه ايضا عندما يهبط السهم 30% لا يعني ذلك ايضا انه انت كنت ما كنت يعني ذكي هالشهر، او كنت ذكي اقل ب 30% عن الشهر الماضي او عن الربع الاخير. وبالتالي ما تاخذ هذه الفكره، بالتالي يجب النظر الى السهم دائما على اللونج تيرم او على المدى الطويل. ليش؟ سنشاهد ماذا حصل ايضا عده فقرات، ماذا حصل في السهم والشركه. الشركة ذهبت بابليك أو راحت خفاف أدرجت في البورصة، وشاهدني عم يداول سهمها عام 1997، ولكن حصل محطات بارزة فيها بالنسبة إلى السهم، ومثل ما قلت ما في بيزوس إنه ما يتكلم. فمثلا عام 2000 انهار السهم بشكل كبير بأكثر من 80%، ووجه هنا رسالة طويلة جيف بيزوس إلى الموظفين والعاملين إنه الشركة هي من أقوى الشركات رغم هبوط السهم. حتى بال 2001 وصل السهم 6 دولار، نحن نتكلم بالستة دولار. طبعا القيمة السوقية حاليا هي تقريبا أقل من 900 مليار دولار. وصل السهم عام 2001 بالستة دولار، ونفس الكلام دائما كان يقول، كان يتكلم عن أنشطة الشركة ويحاول أن يهدئ من، طبعا لأنه الموظفين حاملين أسهم، وبالتالي لما بيصير في انهيار في السهم مثل ما حصل أيضا بفقاعة الإنترنت بتكون عندهم ثروة معينة، وبالتالي بيشاهدوا أنه فقدوا الثروة
بشكل يعني دراماتيكي أو بوقت قصير جدا، وبالتالي يجب أن يكون متواجد. على العموم الثروة تبع بيزوس دائما متقلبة، تعتمد بشكل كبير جدا على السهم، وبالتالي ما في ما يكون أيضا مربوط، واللي بده يشتغل على بالشركة يشتغل كرميل دائما أداء السهم، وبالتالي الثروة مرتبطة بشكل كبير بثروة جيف بيزوس. جيف بيزوس اللي هو عنده الطلاق كمان كلفه كتير، وحاليا أوقات عم يجي كمان نتائج مخيبة، ولكن رجع السهم نوعا ما استوعب هذه الصدمة. سوق الاندماجات والاستحواذات أخيرا طلعت الأرقام، إلى الآن في هذه السنة هو بأقل من 3 تريليون دولار، عند 2.8 تريليون، ولكن هل هو متراجع أو لا؟ نعم هو متراجع. كم هو متراجع؟ 11%. طبعا هذا الرقم اللي هو 2.8 تريليون هو مقسم على المناطق وعلى القارات، فمثلا في أوروبا أكثر بشوية من نصف تريليون أو 550 مليار دولار في تراجع. نعم في تراجع، ولكن أين التراجع الكبير؟ التراجع الكبير هو في الصين. نعم الصينيون منذ فترة وقفوا تقريبا في أماكن وقفوا الاستحواذ بالكامل، وبالتالي صار فيه هبوط، تراجع استحواذات الصينية، صار فيه تراجع فيها بأقوى تراجع يعني بالأقل حاليا هي منذ 12 عاما، وهذا هو سبب كبير جدا، خصوصا أنه هي تلعب دور كبير جدا. الصينيون كنا نلاقيهم في كل مكان يشترون، الآن وقفوا اللعب شوي بالنسبة إلى الحرب التجارية. مين موقف اللعبة أيضا؟ مثل ما قلنا الأوروبيين. لماذا الجارة بريطانيا والعلاقة أنه بريطانيا شو بده يحصل؟ وبالتالي أثر البريكزيت على الهبوط. تراجع، نعم صار في تراجع. قديش تراجعت الاستحواذات في أوروبا؟ تراجعت تقريبا 32%، نتكلم إحنا أقل صار مستوى بالصين 12 عاما، 32% بالأوروبا، استحواذات تحت 3 تريليون دولار، في صفقات كبيرة، نعم في أحيانا بنلاقي 750 مليار دولار عم نشوف هون بين البورصات، وأيضا استحواذات كبيرة ممكن نلاقيها بالتبغ، ممكن نلاقيها أيضا بمجال الأغذية، وبالتالي بتجمع كل هذه الاستحواذات. أعود مرة ثانية إلى الرقم، لماذا؟ لأنه هيدا الرقم لما بيكون كبير لا يعني أنه السوق بخير، يمكن تعتمد هذه الاندماجات إلى مثلا 3 صفقات تكونوا كبار وبالتالي يؤدوا إلى هذا الرقم، ولكن إذا بدي أخذ المناخ العام والأجواء بالنسبة إلى الاندماجات والاستحواذات هو سيء. لماذا؟ لأنه بتخف الاندماجات والاستحواذات لما بيكون في عدم اليقين، مش عارفين شو حيكون النشاط الاقتصادي في المستقبل، وبالتالي بتخف الاندماجات وبتخف أيضا الاستحواذات. ولكن في المقابل أحيانا بالنسبة إلى مواجهة التحديات يحصل الاندماجات للوقوف في وجه هذا التحديات الكبيرة، بيعتمد على الشركات ما الهدف من الاندماجات، إذا سيطر على السوق بأكثر قوة ويأكل كل كعكة السوق، أو في يكون في تحدي كبير جدا بيصير في اندماج لمواجهة مخاطر إن كانت قصيرة تهدد قصيرة الأجل أو عدم اليقين يكون كمان على مدى القصير الأجل أو المتوسط أو الطويل. كمان أيضا مشاهد أنه كمان بتخف بهذه المجال كل الرسوم، الاستشارات يمكن كلفة الاستشارات تبقى يمكن بدون ما يرفعوها لأنه بصير في تراجع للسوق مثل أي سوق طبعا، وبالتالي أيضا بتأثر على ربحية البنوك التي تعمل في هذه المجال، وبيكون عندها الفرع أو الديبارتمنت بشكل قوة بالنسبة إلى الأرباح وبالنسبة إلى نتائجها بشكل عام، ستتأثر بقوة مع هذه الاندماجات، لأنه فقط بمجرد استشارات على صفقة كبيرة جدا ممكن يأخذ البنك 120 مليون 130 مليون 150 مليون دولار، وكون كلفة الاستشارة بالنسبة إلى هذه الاندماجات، وبالتالي هذا الرقم مهم جدا. أيضا آخر شيء بدي أختم، عدا عن عم نشاهد هون عم بخف الاستحواذ والاندماج، في أيضا الإدراج، يعني استحواذ الاندماج والإدراج، أيضا الإدراج أبطأ بكثير حسب الخبر اللي عم نشاهده، وبالتالي أيضا يؤثر دائما على ربحية الشركات اللي تعمل في هذا المجال.
تسلا أعلنت نتائجها وفاجأت عكس أمازون، بالتالي السهم تحرك بقوة وقفز 30% في أسبوع، ولكن ردة الفعل ما بنظر فورا مثل أمازون إلى ثروة جيف بيزوس، بدي أطلع إلى ثروة إيلون ماسك، لا أبدا، حأنظر إلى أشياء أخرى. ما هي تسلا؟ always gives out a lot of its patents for free to encourage competition. Tesla is also planning to release the Tesla 3, which realizes Elon Musk's original dream, the Tesla for the common man. It's costing just $35,000 before incentives. In an odd twist, the watermelon-sized motor that powers Tesla's vehicles is based off an AC motor, a core technology which was patented by none other than Nikola Tesla in 1888. Another interesting fact? Autopilot Tesla Model S's have already been in production since late 2014. The latest models include cameras and a set of sonars that give a 360-degree buffer around the car. The car can detect road signs, lane markings, obstacles, and other vehicles. These features are going to be activated in the future by over-the-air software updates, which I think is a very interesting way of doing things for a vehicle. So, let's finally put things into a bit of a perspective here. Just how big is Tesla compared to other car manufacturers out there? Well, as you might have guessed, Tesla isn't the largest auto manufacturer around. They just haven't been around for long enough. And of course, the automotive industry is one of the toughest to break into. So really, that doesn't make any sense. That being said though, Tesla is probably a little bit bigger than you think. Currently, they're already worth more than Fiat, Mitsubishi Motors, Mazda, Renault, or Suzuki. With a market cap of $31 billion, it's almost half as big as Ford Motor Company. أهم شيء بشركة تسلا أنه هي كيف تتعامل مع الخسارة، وأيضا كم سيارة سلمت إلى السوق، وهذه مهمة جدا ومؤشر كبير جدا، وخصوصا أيضا مع موديلات السيارات. بالتالي فورا منشاهد كم سيارة سلمت إلى السوق تسلا. تسلا سلمت في الربع شهدنا أكثر من ربع مليون سيارة، 255 ألف سيارة سلمتهم تسلا. هل هذا إلى الآن منذ عام 2019 إلى الآن صارت مسلمة منذ بداية السنة أكثر من ربع مليون، هل هذا هو رقم كبير أو لا؟ لننظر يجب أن نشاهد التطور والمشاكل اللي عم بتواجهها تسلا، خصوصا مع الموديل ومع البطارية، وأيضا في حلف كبير جدا عم بيكون من باناسونيك بالنسبة إلى البطارية وشركة تسلا. أعود إلى عدد السيارات. العام الماضي قديش سلمت تسلا؟ سلمت 245 ألف سيارة. نحن أوريدي هلأ 255 ألف سيارة أكثر من العام الماضي. قديش وعدت هذه السنة أنه تسلم تسلا؟ هي وعدة تسلا تسلم 360 ألف سيارة. نحن هلأ بقى 255 ألف وباقي عندنا الربع الأخير. هل ستستطيع أنه تقدر 100 ألف أيضا تانين وترجع تكسر الرقم التوقعات أو لا؟ أيضا سننظر إلى يعني هون في كمان غير أنه تسليم عدد السيارات، لازم أيضا نشاهد أنه قديش عم تستثمر تسلا أيضا بنطاق كم نقطة مصنع عندها ونطاق تصنيع وما إلى ذلك. هيدا أيضا يدخل بقوة في أنه شاهد نشاط الشركة. كمان يدخل أيضا عامل مهم جدا وهو نقاط أو قديش عندهم مناطق للسيرفس. ارتفعت مناطق السيرفس عندها لتسلا إلى 413، وهذا رقم مهم جدا، ولكن الذي يمنع أيضا من تسليم السيارات والإنتاج عم بيكون دائما مثل ما قلنا البطارية، وصار في نوع من تنشن وتاتش كبير جدا بين تسلا وبين باناسونيك، وهلأ الشغل أكثر وأكثر عم بيكون على البطارية تكون من إنتاج كمان تسلا من الـ R&D، وعم بيصير فيه من مركز البحوث طبعا، ودائما يعني عم بيصير في ضخ أموال كبيرة جدا في هذا المركز، لأنه مثل ما قلت بالنسبة إلى السيارات مثل مثلا نوع تسلا، بالنسبة إلى الأدوية وبالنسبة إلى قطاعات معينة جدا، بيكفي أنه يمكن أنها تتوصل إلى دواء أو إلى اختراع جديد بيقلب نتائج الشركة رأسا على عقب، وبالتالي السهم يعني يحلق أيضا بشكل كبير. إذن إلى الآن صارت هذه الأرقام كانت فاقت التوقعات رغم عدد التسليم. شاهدنا السهم كيف حلق سهم تسلا.
لأول مرة منذ سنتين ماكدونالدز تخيب التوقعات بالنسبة إلى نتائج الربع اللي أعلنته. النمو في الأرباح بالنسبة إلى ماكدونالدز لم يتوافق مع توقعات المحللين، طبعا فرقت مش بكتير، ولكن أيضا ما عم تقدر أنه جيري النمو اللي عم يحصل أو الأداء الجيد للمنافسين مثلهم مثلا برجر كينج وويندز. بنفس الوقت بس هون فقط أنه سهم ماكدونالدز هو بالأساس كان دائما ما يعتبر السهم سهم دفاعي، وبالتالي أيضا صار في تراجع فورا مع أنه لمن ما قدر النتائج أتت وفاقت التوقعات صار في تراجع بالسهم. هلأ أكثر من ذلك بنشهد أنه دائما الوجبات السريعة رغم أنه بيصير فيه تحذيرات من مخاطر تناول الوجبات السريعة بالمطاعم الوجبات السريعة وغيرها، ولكن دائما هناك نمو. هلا هو حصل نمو ولكن لم يفوق التوقعات، ولكن دائما هناك نمو، يعني تزداد هذه المحلات. ومنشاهد انه كمان بتواجه كثيرا شركات كبرى مثل ماكدونالدز او ستاربكس احيانا مشكلة وتصور فيديو وبتأثر على سمعة الشركة، ممكن تكلفها أيضا ملايين وغيرها بسبب حادثة معينة. يجب هون كمان أنه بيكونوا أكثر حزينين بالنسبة إلى التعامل مع كل ذلك. برجع إلى موضوع السهم، السهم مثل ما قلت هو مصنف دائما دفاع، بصير في عنده أداء ارتفاع وغيره ارتفاعات، أو أحيانا بيتغير السلوك السهم مع المؤشر، ولكن عند تسجيل الحلقة كانت المؤشرات عالية جدا. مثلا عندنا مؤشر ستاندرد اند بورس 500 فوق 3000 3022، كان داو جونز قريب على 27000 فقط، بعيد 50 نقطة وبصير 27000. عم نتكلم بهذه المستويات، مستويات بعد مستويات دائما نعتبرها قياسية بالنسبة إلى الداو جونز. سام ماكدونالدز كتير مهم جدا مراقبة أرباحه دائما، نتائج والنمو الشركة عندما يصدر دائما بتكون مراقبة من المحللين ومن الأسهم الكبار اللي بيرصدوا. العالم كله ينتظر نتائج الشركات الأمريكية، هناك تمايز كبير جدا في النتائج والأرقام، ومش شاهد انه في شركات كبرى فقط التوقعات النتائج وشركات أخرى كبرى أيضا كانت دون التوقعات. خلينا نشاهد بداية من الشركات استطاعت أن تفوق التوقعات، النتائج تكون فوق التوقعات beat expectations، واستطاعت أنه تتفوق على توقعات المحللين والخبراء. وهون بس أريد أن أذكر أنه أنت تتغلب على التوقعات، تفوق التوقعات أهم من أنه تحقق نتيجة أقوى من النتيجة العام الماضي كرقم. هو قديش تتوقع متوقع وقديش أنت بتحقق إذا أكثر من التوقعات، ها هي أهم نتيجة. لماذا؟ لأنه ما هي التوقعات؟ التوقعات بداية أنه بياخدوا هني بيعملوا نوع من أبديت تحديث للوضع الاقتصاد العالمي ووضع السوق ووضع السوق المحلي والعالمي، وضع القطاع، وضع الشركات المنافسة وكل ذلك، وبيأتوا آخر شيء بالتوقع، بيأخذوا بالاعتبار ماذا حصل بين السنة وبين الربع والربع، ماذا حصل من عوامل خارجية وداخلية، وبالتالي هنا جمعوا كل هذه التحديات والعوامل وكل شيء جديد وحدثوا، صار في تحديثات وعطوا رقم. عندما تأتي الشركة وتكسر هذا الرقم وبتفوق التوقعات، هون يتألق السهم. لا ينظرون، ينظرون طبعا، ولكن ليس هو الهدف أنه أنا حقق رقم أقوى من السنة الماضية، لا، التوقعات لأنه السنة الماضية كانت غير عندي عوامل في السوق. أذهب إلى مين استطاع أنه يغلب هذه التوقعات. إلى الآن كان في شركات كبيرة جدا استطاعت، إنتل شركة كبيرة جدا، إنتل طبعا، تسلا، وشاهدنا كيف السهم تألق، مايكروسوفت، هون في عندها خصوصية بالنسبة مايكروسوفت لنهاية السنة المالية، وأيضا شركة فيزا، وهو الشركات واللي بتداول بالسوق الأمريكي بيعرف أنه هذه الشركات كبيرة جدا. من الشركات أتت دون التوقعات النتائج؟ أمازون وتكلمنا عنها وماذا حصل، ماكدونالدز، وشركة أيضا بوينغ. وهون بوينغ متأثرة بشكل كبير. لماذا؟
كاتربيلر أيضا يعتبر بسهم كتير دفاعي. بوينغ تأثر كتير بالصين والحرب التجارية وطائراتها.